أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل. وقال سعيد أن الحكومة ستشكل في أقرب الأوقات بعد اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة، من دون أن يحدد موعدا لذلك. هذا ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا جديدا ويتم على إثره نقاش الدستور وتغيير النظام الرئاسي. أما حركة النهضة التي تملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المجمد فقد عبرت في بيان لها عن رفضها القاطع الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور التونسي. وحول تلويح الرئيس التونسي قيس سعيد بإمكانية تعديل الدستور وتشكيل الحكومة في أقرب الآجال، نتابع وإياكم توضيحات المحلل السياسي التونسي رشيد الحقيقة متحدثا للزملاء في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. في الحقيقة هذه الوعود استمعنا إليها عدة مرات من الرئيس، ولكن في كل مرة يعطينا برنامجه بالتقسيط، وأحيانا نشعر أن ليس هناك برنامج ولا رؤية ولا خريطة طريق. بالمرة الناس يعني يلتقطون أخبار الرئاسة من خلال موقعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ليس طبيعي. يعني ليس هناك مخاطب أمامنا يمكن أن نتحدث معه في خطة الرئيس ويمكن أن يعلم بها الرأي العام وتعلق عليها القوى السياسية والاجتماعية. فلذلك بعد تعليق البرلمان حالي يفترض أن تكون الخطوة المقبلة هي تشكيل الحكومة أولا، وذلك بتعيين رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية ويكلفه بتشكيل الحكومة، لأنه من غير المعقول أن تبقى تونس 6 أسابيع أو أكثر بدون حكومة وكل شيء متوقف والدولة مشلولة ودواليب الإدارة لا تتحرك لأنه هناك قرار بتجميد الوضع الحكومي. فلذلك أعتقد أنه بعد تعيين رئيس الحكومة وبعد تشكيل هذه الحكومة يجب أن يكون التركيز على مراجعة القانون الانتخابي وإجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، ومن تلك الانتخابات تنبثق حكومة ربما تطبق برنامج تطوير وتحديث للسياسة التونسية.